كان من أجمل حلقات البرنامج حلقة حول التراث الشعبي المصري، الغناء والمواويل وعاداتنا الجميلة في المواسم وفي الأفراح وفي الأزياء، إبداعات الصانع المصري من الحرف التقليدية والتاريخية اللي ميزت الثقافة والهوية المصرية، الحلي، المجوهرات، السجاد، الفخار، إلى عظمة البناء المصري والعمارة المصرية من عصر الفراعنة وحتى قاهرة المعز وحتى عمارة المحروسة. العمارة الخديوية على من تطلق؟ لماذا اسم القاهرة الخديوية؟ لأن هذا الاسم ليس في التاريخ، يعني مش موجود أصلاً. أنا استحدثت اسم القاهرة الخديوية لما درست وابتديت أشتغل أعمل الموسوعة اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها، وجدت أن في مصر كان عندنا ثلاثة خديوي فقط، إسماعيل توفيق وعباس حلمي الثاني. فإسماعيل اللي حط التخطيط والقواعد الضابطة للعمران بتاع المنطقة، وجت التنمية بقى على في مراحل. استكمل الإسماعيلية أو القاهرة الإسماعيلية بتاعت إسماعيل ابنه توفيق، عمل امتداد شمال الإسماعيلية، عمل حي التوفيقية، ويأتي ثالث خديوي والأخير اللي هو عباس حلمي الثاني اللي أضاف أجمل مباني في هذه المنطقة زي العمارات الخديوية الأربعة الموجودين في شارع عماد الدين. وكان أنطونيو لاشياك أحد المعماريين اللي ليهم بصمة كبيرة قوي في ذلك الوقت، هو اللي صمم له العمارات دي، وهو اللي عمل بنك مصر اللي في شارع محمد فريد وعماد الدين. دايما كنت بتقولي أنا بشعر بمسؤولية تجاه تراث بلدي، وبحس إنه كتير منه بيضيع وبيختفي. ده حقيقي، زي ما التراث المصاغ المصري التقليدي. الحمد لله إن أنا سجلتها قبل ما تضيع. وقت ما عشت فترة العشرين سنة دي، لأنه كنت بجمع قطع لدراستي عشان أعمل عليها ريسيرش، عشان أقول شوف هو مركب ده مع ده إزاي. بحث، تعملي أبحاث يعني. بالظبط. لما كنت أرجع أحط القطعة وأرسمها وأكتب والشغل ده اتعمل، وأرجع أقول الله، أجي مثلا في رحلة للأردن فلاقي حاجة مشابهة، فيقولوا لي دي مثلا من قبائل القريبة من سينا، فأرجع أقرأ حاجة في علم الإنسان أقول الله، إزاي التشابه ده؟